أهلا بكم من جديد. في هذا الدرس سوف أشرح لكم كيفية إنشاء القائمة المستدلة عبر الـ CSS والـ HTML فقط. طبعا إذا لم تقوموا بمشاهدة الدروس السابقة من الكورس الـ CSS أنصحكم بمتابعة الكورس من البداية حتى النهاية لكي تصبح محترفا في تصميم المواقع. سوف ندخل ونشرح مباشرة. سوف أقوم بفتح أحد المحررات الأكواد. سوف أستخدم في هذا الدرس Feature Studio. أنت حر في استخدام أي محرر الأكواد. سوف أقوم بإنشاء ملف جديد New File. من ثم سوف أقوم بحفظ الملف. طبعا تأكد وضع هنا Auto Save لكي يتم حفظ تلقائيا. Save As. ثم نقوم باختيار المكان لحفظ الملف HTML. سوف أقوم بتحديث سطح المكتب. من ثم سوف أقوم بإضافة اسم للملف. على سبيل المثال سوف أسميها nav.html. طبعا يمكنك اختيار الاسم الملف بنفسك. ثم سوف أقوم بكتابة العناصر الأساسية للملف HTML. ضمن العنصر البودي سوف نقوم بإنشاء العنصر ناف المسؤول عن القسم العلوي. ضمن العنصر ناف سوف نقوم بإنشاء ليست عبر العنصر UL بهذا الشكل. ثم سوف نقوم بإضافة المحتوى للليست. على سبيل المثال نريد أن نقوم بإنشاء القسم العلوي من ثلاث أقسام مثل ما قمنا بشرح لكم في الدروس السابقة. نقوم بإنشاء العنصر LE لإضافة المحتوى للليست. ضمن العنصر LE نقوم بإنشاء العنصر A بهذا الشكل. طبعا بما أننا نريد ثلاث أقسام نقوم بتكرارها ثلاث مرات. سوف أسمي القسم الأول على سبيل المثال Home. القسم الثاني على سبيل المثال YouTube. القسم الثالث على سبيل المثال كورسز. طبعا يمكنك اختيار الأسماء الأقسام بنفسك. نقوم الآن بالحفظ. طبعا قمت بوضع Auto Save. دائما قم بالحفظ من ثم تجربة الأكواد أو ضع هنا Auto Save لكي يتم حفظ تلقائيا. سوف أقوم الآن بفتح الملف HTML. سوف يكون بهذا الشكل الآن. لإنشاء القائمة من صدرة نقوم باختيار أحد العناصر LE الذي نريد أن نقوم بجعلها قائمة من صدرة. هنا سوف أقوم باختيار القسم Courses لجعل منها قائمة من صدرة. نقوم بوضع هنا بعد العنصر A العنصر Div. ضمن العنصر Div نقوم بإضافة العناصر A. على سبيل المثال نريد أن نقوم بإنشاء قائمة منصدرة من ثلاث أقسام أيضا. نقوم بتكرار ثلاث مرات العناصر الـ A. ثم سوف أقوم بإضافة الأسماء الأقسام على سبيل المثال HTML والقسم الثاني على سبيل المثال CSS ثلاثة. طبعا يمكنك اختيار الأسماء الأقسام بنفسك. هنا سوف أسميها JavaScript. نقوم الآن بتحديث. سوف يظهر لنا بهذا الشكل. طبعا أنصحكم بإضافة ID للعنصر Div. سوف أقوم بإضافة ID لكي نتمكن بالتحكم من عناصر الـ A الموجودة ضمن العنصر Div. نقوم بإضافة الاسم للـ ID. يمكنك اختيار الاسم بنفسكم على سبيل المثال Drop Button. نقوم الآن بإنشاء العنصر Style ضمن العنصر Head. أو يمكنك إنشاء ملف CSS وربطها مع ملف HTML وكتابة ضمنها الأكواد CSS. CSS نقوم بتحديد العنصر Nav بهذا الشكل. نقوم بإضافة له خلفية Background Color. سوف أقوم بإضافة الخلفية بهذا اللون. نقوم الآن بحفظ. طبعا سوف يظهر لنا بهذا الشكل الآن. سوف أقوم بتحديد العنصر UL أيضا الموجود ضمن العنصر ناف. سوف أقوم بإضافة لها Margin 0 Padding 0 أيضا. وهنا سوف أقوم بإضافة لها الخاصية List Style Type مع قيمة نون لكي نقوم بالحذف النقاط الموجودة هنا. طبعا كل هذه الأشياء قمت بشرح لكم في الدروس السابقة.
سوف يصير الآن لدينا بهذا الشكل. نقوم الآن بإضافة الخاصية float left للعناصر الاي موجود ضمن list بهذا الشكل نار الاي مع الخاصية float مع قيمة left بهذا الشكل. نقوم الآن بالتحديث، سوف يكون بهذا الشكل مثل ما تشاهد. طبعا ظهرت لنا بهذا الشكل لأننا لم نقوم بتحديد الارتفاع للعنصر ناف أو الارتفاع العنصر يو ال. سوف أقوم بتحديد الارتفاع العنصر ناف، سوف أقوم بإضافة على صغير مثال height 60 pixels. نقوم بتحديث كما تشاهد. الآن سوف أقوم بتحديد العناصر الأم الموجودة ضمن العناصر الاي. نقوم بتحديدها بهذا الشكل ناف ال اي فراغ ا بهذا الشكل. نقوم بإضافة لها الخاصية display مع القيمة inline block، وأيضا نقوم بإضافة لها اللون color باللون أبيض على سبيل المثال، ونقوم بإضافة لها الخاصية text align center لكي يكون النص بالمنتصف، ونقوم بإضافة لها padding بالنسبة 14 بيكس للجهة العلوي والأسفل و 16 بيكس للجهة اليمين واليسار. وسوف أقوم بإضافة لها text decoration مع القيمة none لكي يتم حذف الخطوط الموجودة أسفل النص. نقوم الآن بالتحديث، سوف يظهر لنا بهذا الشكل مثل ما تشاهد. سوف أقوم الآن بتحديد العنصر ديف الذي بها العناصر القائمة من الصندلة التي قمنا بإضافتها. نقوم بتحديدها بهذا الشكل عبر الـ ID، وسوف أقوم بإضافة لها الخلفية background color باللون أبيض white. طبعا يمكنك إضافة الخلفية بنفسك، وأيضا سوف أقوم بإضافة لها الخاصية position مع القيمة absolute بهذا الشكل، وسوف أقوم بإضافة Z ناقص index مع القيمة 1. طبعا هذه الخاصيتين مرتبطين ببعضهم، سوف أشرح لكم لاحقا ما فائدة Z ناقص index مع إضافة القيمة 1. سوف أقوم الآن بتحديد العناصر الآن موجودة ضمن العنصر ديف. نقوم بتحديده بهذا الشكل فراغ A، من ثم سوف أقوم بإضافة اللون الخط color نقطتين، ثم سوف أقوم بتحديد اللون للخط. سوف أقوم باختيار هذا اللون. نقوم الآن بالتحديث، سوف يظهر لنا الآن بهذا الشكل مثل ما تشاهد. سوف أقوم بإضافة الخاصية display مع القيمة block display block، سوف يظهر الآن بهذا الشكل مثل ما تشاهد. الآن سوف أقوم بتعطيل العنصر ديف المسؤول عن القائمة المنصدلة. نقوم بتعطيله بهذا الشكل display مع القيمة null. الآن يجب علينا أن نقوم بتحديد العنصر الاي الذي يتواجد ضمنها القائمة المنصدلة. هنا هذا العنصر الاي مسؤول عن القائمة المنصدلة، لكي يسر علينا التحكم بها سوف أقوم بإضافة لها ID يساوي، ثم نسخ اقتباس شعبي، نقوم ثم كتابة ضمنها اسم الID. طبعا يمكنك اختيار الاسم الID بنفسكم، سوف أسمي الاسم ID drop down بهذا الشكل، وسوف أقوم بتحديدها في الـ CSS بهذا الشكل، ثم سوف أقوم بإضافة لها الخاصية hover بهذا الشكل hover، ثم فراغ، ثم سوف أقوم بتحديد العنصر div. سوف أقوم بتحديدها عبر الـ ID بهذا الشكل، ثم نقوم بإضافة ضمنها الخاصية display مع قيمة بلوك لكي يعمل العناصر القائمة المنصدرة عندما يكون الماوس على العنصر الاي مسؤولة عن القائمة المنصدرة. لنقوم بالتجربة، نقوم بالتحديث كما تشاهد يعمل بشكل صحيح. الآن سوف أقوم بإضافة الخاصية line height للعناصر الأ لكي يكون هذه العناصر بالمنتصف بالضبط. نقوم بإضافة الخاصية line height مع القيمة 2 كما تشاهد، الآن أصبح بالمنتصف بالضبط. سوف أقوم بإضافة الخاصية الهوفر للعناصر الأ أيضا،
نقوم بإضافة الخاصية الهوفر بهذا الشكل للعناصر الأ، ثم نقوم بكتابة هوفر بهذا الشكل، ونقوم ضمنها بكتابة الخصائص. على سبيل المثال نريد أن نقوم بجعل اللون الخط باللون الأبيض color white، والخلفية باللون الأحمر background color red. نقوم الآن بالتحديث كما تشاهد. مثل ما تلاحظ هنا اللون الخاط لم يتغير إلى اللون الأبيض للعناصر الآ الموجودة ضمن العنصر ديف المسؤولة عن القائمة من صدلة، لأننا لم نقوم بتحديد العناصر الآ موجودة ضمن القائمة من صدلة. مثل ما تشاهد لتحديدها نقوم بإضافة هنا فاصلة، ثم نقوم بإضافة هذه الخصائص ضمنها، ثم نقطتين أوفر بهذا الشكل. الآن نقوم بالتحديث لنشاهد كما تشاهد الآن يعمل بشكل صحيح. سوف أقوم بإضافة خلفية لموقعنا الآن لنشاهد كيف سوف يظهر لنا القائمة من صدرة. نقوم بتحديث العنصر بودي بهذا الشكل، ومن ثم سوف أقوم بإضافة ضمنها الخلفية background image، من ثم سوف أقوم بكتابة linear gradient بهذا الشكل، من ثم سوف أقوم بكتابة ضمنها to left. تم كل هذه الأشياء قمت بشرح لكم في الدروس السابقة، ثم فاصلة، ثم نقوم بتحديد ألوان للخلفية على سبيل المثال لون الأصوات، فاصلة، اللون الرمادي، نقوم بالتحديث. كما تشاهد سوف يكون موقعنا بهذا الشكل. مثل ما تشاهد العناصر الأ سوف يكون بهذا الشكل، يعني العرض خاص بهم أكبر من عرض العناصر القائمة الرئيسية. نقوم بالضغط على زر الماوس، من ثم نقوم بتشغيل الخاصية inspect، من ثم نذهب بالماوس على العنصر الـ E المسؤول عن القائمة المصدرة، ونضغط على زر اليمين من ثم inspect. مثل ما تلاحظ العرض هذا العنصر 105 بيكس. الآن نقوم بتحديد العنصر الديف الذي يتواجد ضمنها العناصر القائمة المصدرة، هنا العنصر ديف، ونقوم بتحديد العرض هذا العنصر width، من ثم نقوم بإضافة لها القيمة، ونقوم بإضافة القيمة متساوية مع القيمة العرض العناصر الـ A. مثل ما تشاهد هنا 105.81، نقوم بكتابة 105.81 بهذا الشكل، ونقوم بكتابة هنا pex، نقوم بالتحديث. سوف يظهر لنا بهذا الشكل كما تشاهد النص الذي قمنا بكتابة جافا سكريبت طويلا، سوف يظهر لنا بهذا الشكل لأننا قمنا بإضافة البادينج. يمكنك حل هذه المشكلة بتصغير النص بكتابة هنا على سبيل المثال بدل جافا سكريبت جي اس، أيضا مختصر من جافا سكريبت، أو يمكنك إضافة البادينج صفر من خلال إضافة اي دي لهذا العنصر فقط وتسميه على سبيل المثال جي اس، وتقوم بتحديد الاي دي بهذا الشكل جي اس، وتقوم بكتابة padding للجهة اليمين واليسار، تقوم بكتابة صفر بيكس. طبعا بالبداية يجب أن نقوم بتحديد الجهة الأعلى والأسفل، الجهة الأعلى والأسفل قمنا بإضافة 14 بيكس، نقوم بإضافة 14 بيكس فراغ بهذا الشكل، ونقوم بإضافة هنا جافا سكريبت، نقوم بالتحديث. كما تشاهد قام بالحل المشكلة. أخبرتكم أثناء الدرس أنني سوف أشرح لكم سبب إضافتنا هنا زيت ناقص إندكس مع قيمة 1 للعنصر الديف. السبب إضافتنا لأن إن كان هناك محتوى آخر أصفر القائمة المتصدرة سوف يكون القائمة المتصدرة خلف تلك العناصر. عندما تقوم بإضافة زيت إندكس 1 يكون المحتوى خلف القائمة المصدرة وليس القائمة المصدرة خلف المحتوى. يمكنك التحكم بهذه العناصر بنفسك وإضافة الخلفيات والارتفاع والعرض كل شيء بنفسك. المهم في هذا الدرس هو أن تتعلم كيفية إنشاء القائمة المصدرة. هذا كان درسنا اليوم، شكرا جزيلا لكم على المشاهدة. أتمنى من حضرتكم مشاركة الكورس مع أصدقائكم ودائما اقتراح قناتنا للآخرين. أراكم في الدرس القادم.